في درسنا لليوم راح نتعلم تحويل وحدات القياس. كل نظام قياس بيمتلك وحدات قياس خاصة فيه، وهاي الشغلة ممكن تعمل لنا إرباك، عشان هيك راح نتعلم طريقة التحويل بين الوحدات. إذا بدنا نحول من مايل لميتر، في عنا علاقة بتربط المايل بالميتر. 1 مايل بيساوي 1609.3 مترز. هاي العلاقة بنقدر نكتبها بطريقة ثانية، 1 مايل على 1609.3 مترز بتساوي 1609.3 مترز على 1 مايل. هاي العلاقة بنسميها علاقة التحويل. هاي العلاقة رح نستعمل أحد الأطراف فيها عشان نحول. نأخذ مثال، إذا بدنا نحول 2 مايلز إلى متر بنكتب كالآتي: 2 مايلز ضرب، بنختار واحدة من الثنتين بحيث أنه تكون وحدة القياس اللي بدنا نحول إلها تكون موجودة في البسط، يعني بنختار 1609.3 مترز على 1 مايل. وهيك بنلاحظ أنه المايل مع المايل بنختصرهم مع بعض، فبصير الجواب عنا 3218.6 مترز. نأخذ كمان مثال، إذا بدنا نحول 3 مترز إلى مايل شو بنعمل؟ نكتب 3 متر ضرب، زي ما حكينا الوحدة اللي بنحول إلها بنخليها في البسط، 1 مايل على 1609.3 مترز وبتساوي 1.86 × 10³ - 3 مايل. أما بالنسبة لوحدات قياس الزمن، إذا بنحول من منت لسكند بنستعمل نفس الطريقة، الدقيقة بتساوي 60 ثانية. بنكتب علاقة التحويل منها، منت على 60 سكند بتساوي 60 سكند على منت. إذا بدنا نحول 5 دقائق إلى ثواني بنخلي الثواني في البسط، 5 منت ضرب 60 سكند على منت، فبالتالي بنختصر منت مع منت بضل عنا 300 سكند. إذا بدنا نحول من سكند إلى منت بنعمل العكس، 180 سكند ضرب 1 منت على 60 سكند وبساوي عنا 3 دقائق.